أهلا بكم إلى آخر مستجدات الأحداث الرياضية على قناة الحدث الإفريقي. قام محمد بودريقة رئيس نادي الرجاء الرياضي أمس الاثنين بتعيين عادل بقيل مسؤولا عن كل ما يخص الفريق الأول، وذلك خلال اجتماعه باللاعبين والطاقم التقني. وأخبر رئيس الرجاء الرياضي اللاعبين بهذا التعيين في الاجتماع الذي جمع الطرفين بأكاديمية النادي. يشار إلى أن بودريقة تولى رئاسة الفريق الأخضر خلفا لعزيز البدراوي بعد فوزه بالانتخابات يوم الجمعة الماضي، متغلبا على منافسه سعيد حسبان. تغلب الجيش الملكي على نظيره الفتح الرياضي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب الأمير مولاي الحسن لحساب مؤجل الجولة 26 من البطولة الاحترافية إنوي. وبهذه النتيجة عزز الجيش الملكي صدارته لسبورة الترتيب برصيد 57 نقطة، فيما حافظ الفتح الرياضي على المركز الثالث ب 47 نقطة. حقق فريق الوداد الرياضي مساء أمس الاثنين فوزا ثمينا على حساب ضيفه المغرب التطواني بهدفين دون رد لحساب مؤجل الجولة 26 من البطولة الاحترافية إنوي. وسجل الهدف الأول لفريق الوداد في هذه المواجهة المدافع أمين فرحان في الدقيقة 57 من عمر الشوط الثاني، قبل أن يضيف يحيى عطية الله الهدف الثاني من ركلة حرة في الدقيقة 75. وبهذا الانتصار رفع فريق الوداد الرياضي رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني، وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر الجيش الملكي. أتينا إلى نهاية الموجز الرياضي، شكرا على حسن المتابعة، في أمان الله.